في جولة مباريات اليوم النهاردة في مباريات عديدة سواء محلية أو حتى في الدوريات الأوروبية. نبدأ مع بعض بالدوري المصري، والنهاردة استئناف واستكمال مباريات الأسبوع العشرين للدوري المصري الساعة 6 إن شاء الله، مباراة فاركو والمقاولون العرب. نروح لمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الساعة 10 إلا ربع من مساء اليوم، أرسنال في مواجهة إيفرتون. الساعة 10 أيضا ليفربول في مواجهة ولفرهامبتون. نروح لمباريات اليوم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الساعة 10 مساء اليوم، أوساسونا بيستضيف أتلتيكو بلباو، وغدا بالمناسبة في مباراة قوية جدا كلاسيكو الأرض، مباراة برشلونة وريال مدريد. لازم أذكر بالمباراة دي طبعا من المباريات اللي كان الكل بيحب يتابعها أيام ما كان كريستيانو موجود في الريال وميسي موجود في برشلونة. طيب مباراة اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي الساعة 9 وربع من مساء اليوم، ساوثهامبتون بيستضيف جريمسي تاون. الساعة 9 ونص بيرلي بيستضيف فليتود. الساعة 10 إلا ربع مانشستر يونايتد بيستضيف ويست هام يونايتد، وفي نفس التوقيت شيفيلد يونايتد بيستضيف توتنهام هوتسبير. مباريات اليوم في ربع نهائي كأس فرنسا الساعة 7 وربع، مباراة ما بين نانت ولانس. يعني دي أبرز مباريات اليوم سواء في الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، كأس ملك إسبانيا، وكمان ربع نهائي كأس فرنسا.